أبي داود أول كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي من الثقات الأثبات رواه الجماعة. حدثنا حماد. حماد هنا وحماد بن زيد، حماد بن سلمة، اسمه حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة من الثقات رواه مسلم أصحاب السنن الأربعة، والبخاري مقرونا تغير بآخره. أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق. عبد الرحمن بن إسحاق ابن الحارث بن كنان القرشي العمري. نعم. قال ابن معين ثقة. نعم. وأحمد قال صالح الحديث. الأجدي قال يكتب حديثه وليس بالقوي. عامة وفيه كلام لكنه ثقة كما قال أبو داود. عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي من ثقات الأثبات الأولى والجماعة. عن مجالد بن عوف. مجالد بن عوف الحضرمي الحجازي، وذكر ابن حبان في الثقات وفيه جهالة، لكن بعض العلماء قال صدوق. أن خارجة بن زيد. خارجة من الفقهاء السبعة من الثقات الأثبات روى له الجماعة. خارجة بن زيد يروي عن أبيه، عن قال سمعت زيد، زيد بن ثابت أبوه، وزيد بن ثابت الفرضي أعلم هذه الأمة بالفرائض. نعم. قال نعم اقرأ الحديث. زيد بن ثابت قال قال سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول أنزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بستة أشهر. قال سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول أنزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بستة أشهر. سبحان الله. أقول بذلك على مسألة النسخ. اللي بعده عند عباس الروايات الأربعة اللي بعده. قال سألت ابن عباس فقال لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال مشركوا أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا بالفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فهذه لأولئك. قال وأما التي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. قال الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له فذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم. في قولي إلا من ندم دلالة على أن الندم توبة. نعم. عن ابن عباس في هذه القصة في والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أهل الشرك قال ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عن ابن عباس قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها شيء. عن أبي مجلذ في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل. هذه الآيات أولا أتى بكلام زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال زيد بن ثابت بأن هذه الآيات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أنها منسوخة، يرى أنها منسوخة. وهذا قول ابن عباس أيضا، ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأنها منسوخة لأن آية النساء قال ما نزل بعدها شيء، هذا قول أيضا لابن عباس. وابن عباس أيضا في الحديث الأخرى قال بأن في قول لا جل في علاء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان هذا للذين لم يدخلوا الإسلام في الكفر أهل الكفر فقط. وأما قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم كانت هذه في من عرف شرائع الإسلام فقال لا توبة له. ومجاهد عندما قال إلا الندم إلا من ندم يعني الندم توبة، يعني إذا تاب
يعني إذا تاب. وهذا عجيب لأن ابن عباس لم يقل بذلك. حقا أنه ورد عن ابن عباس هذا القول، ورد عن ابن عباس أيضا أنه قال لا توبة لقاتل، وهو قال في قول الله جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال ما نسخها شيء، قال ما نسخها شيء. فلما قال ابن عباس ما نسخها شيء ومن يقتل مؤمنا متعمدا، دل ذلك على أنها محكمة عنده. ولذلك رأينا أنه جعل الآية الأخرى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جعلها في أهل الكفر الذين هم كفار أصليين. نعم، وهذا منهج ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هذا منهج ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أنه يرى بأن القاتل المتعمد لا توبة له، وهذا قول زائد بن ثابت. وكما قلت أنه ثقل ما قال بأنه يرى بأن رد الروح مستحيل في حق من قتل، قال وإن قدم نفسه قصاصا وقتل بذلك فهذا حق الأولياء، فأين حق القتيل؟ حق القتيل أن يرد عليه روحه، وهذا لا يمكن أن يستطيع، ما لا يستطيع أن يفعل ذلك بحال الأحوال. لذلك قال هو لا توبة له. وقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه أخاه، من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدتي يتوجع عليها يوم بحديدتي يوم القيامة في النار يتوجع إليها أو يتوجع بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فلم يرى له توبة ابن عباس، لم يرى توبة، وزيد بن ثابت أيضا لم يرى توبة. وإن كان الحق لذلك أن التوبة معروضة، وأن الله تعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، هذه عامة بل هي محكمة، ولا يقال بأن آية النساء نسختها بحال من الأحوال. ولذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب تاب الله، من تاب تاب الله عليه. الجمهور على أنه التوبة، الجمهور على أن التوبة معروضة، وأن الحق أن الذي قتل يتوب الله عليه وهو في المشيئة، لأنه في عموم حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله، قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى من هذه القاذورات من شيء ثم تاب منها تاب الله عليه، قال وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، فإقامة الحد كفار، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. وقول ابن عباس يقال أنه رجع عنه، وهذا الأميل يميل القلب إلى ذلك، أن ابن عباس مال إلى أنه أو ابن عباس راجع عن ذلك، راجع عن ذلك. ونسأل الله جل وعلا التوبة للجميع، وأن القتل قتل نفس المحرمة أمر ليس بالهين، لكن الله جل وعلا يتوب على من تاب، لا سيما أن الله قد قال عموما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الفوائد المستنبطة: الجمع أولى من النسخ، الجمع أولى بالقول بالنسخ. طبعا في قول ابن عباس أنها نزلت في الكفار والأخرى في المسلمين على أساس التخصيص، يعني يجمع بين ذلك التخصيص. والندم توبة، قد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. خطورة التجرؤ على الدماء البريئة،